المونديال اللي غنضمو بالنسبه ليا انا ما عندناش شي حظ، كيما داز داك الاعوام غدوز هاد العام، هادشي اللي بالنسبه ليا انا. بالنسبه لتنظيم مونديال 2026 كنظن بلي المغرب ما يقدرش ينظمو ما يفوز بالتنظيم ديالو، حيت الدول الاخرين اللي مشاركه هي في التنظيم يعني المنافسه للمغرب عندهم يعني عندهم نفوذ اقتصادي اكثر من المغرب، وما ماشي بحال يعني معروفين اكثر من المغرب. تعطى الفرصه للدول الافريقيه تعاود تنظم كاس العالم، فالمغرب في هذه الحاله يكون عنده حظوظ. اما المغرب يكون بوحده في المنافسه ديال دول اخرى، تنظن المغرب ما تكونش عنده حظوظ باش ينظم كاس العالم بالمقارنه مع الدول امريكا واسبانيا والدول الاخرى، لان عندها بنيه تحتيه قويه وعندها اقتصاد قوي وفنادق قويه. ما تنظنش المغرب انه غينافس هاد الدول. هذا عنده جميع البنيات، عنده ملاعب، عنده طرق، عنده يعني بالامكان ديالو ينظم. الملف المغربي ملي حيدوا ليه التنظيم المشترك مع اسبانيا راه فقد جزء كبير من القوة ديالو مقارنة بالملف الأمريكي المشترك مع كندا، وبالتالي كنظن باللي المغرب ما عندهاش بزاف الحظوظ، يعني إلا قارنتيها بالبنية التحتية والمميزات الاقتصادية بالنسبة لذاك الملف ديال أمريكا، دونك كنظن باللي ما عندهاش بزاف ديال الحظوظ. صراحة عشان هو ولا صعيب دابا من المغربي واللي عنده زعما ياخذ التنظيم ديال كاس العالم، حقاش دابا ضد امريكان ومكسيك وكندا اللي هما عندهم واحد البنيه تحتيه كبيره مقارنه بالمغرب. كان غادي المغربي يقدر يكون عنده شويه الحظوظ من كانش مع الصبليون، كنعرفوا الصبليون بلد اوروبي وعندها بنيه تحتيه في المستوى، ومع المغرب حتى هو اللي بدا يتطور في هاد الصدد، زعما كان واحد الحظوظ واخا واحد النسبه قليله. دابا صراحه ملي ولات المغرب ضد هاد البلدان الكبار، زعما من ناحيه ديال من ناحيه التاريخيه كره القدم ومن ناحيه ديال البنيه التحتيه والتجهيزات، صراحه كنظن بان ما بقاش عند المغرب حظوظ باش ينال تنظيم كاس العالم.